بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة الصف الثاني الثانوي العلمي، أهلا بكم في درس من دروس الجبر. درس النهاردة بعنوان تركيب دالتين. بيقولي إذا كان دال وراه دالتين فإن تركيب دال مع ر. دال مع دال عايزين نركبهم أو نجيب دالة الدالة يرمز لها بالرمز دال تركيب إيه؟ كده كده دال تركيب رمز ده تركيب ر س، بتبقى دال ر س اهي، دال ر س انا يعني بتعوض بالر في الدال، بتعوض بداله الر في داله الدال. تعال نشوف مثال كده هو بيوضح لنا، بيقول لي دال س بتساوي 3 س زائد 1 و ر س بتساوي س تربيع ناقص 5. هنا يا جماعه بيقول لي دال تركيب ر، دال تركيب ر، هنا يا جماعه هنعوض بالر في الدال، ادي الر وادي الدال، اشيل السين واكتب مكانها س تربيع ناقص 5، يبقى 3 في س تربيع ناقص 5 زائد 1 اهي 3 س تربيع ناقص 5 زائد 1. 3 هتضرب هنا وهنا هتبقى 3 س تربيع ناقص 15 زائد 1، 3 س تربيع هتنزل ناقص 14. طب لو قال لي ر تركيب دال يبقى اعوض بالدال في الر، يعني اشيل السين دي واكتب مكانها 3 س زائد 1، يبقى اشيل السين واكتب مكانها 3 س زائد 1 يبقى 3 س زائد 1 الكل تربيع ناقص 5. هتلاحظ الاتي، ان دال تركيب ر لا تساوي ر تركيب دال، مختلفين تماما تماما عن بعض. طيب تعالى نشوف حاجه ثانيه، بيقول اذا كان دال س بتساوي س تربيع ناقص 3 و ر س بتساوي جذر س ناقص 2 فان دال تركيب ر 3. قدامك هنا حل من اثنين، اول حل بجيب التركيب عامه دال تركيب ر س ونعوض بالر في الدال، هنعوض دي هنا اهو، هنشيل السين ونكتب مكانها جذر س ناقص 2، يبقى جذر س ناقص 2 تربيع ناقص 3، التربيع ده وانا هشيل الجذر فيبقى س ناقص 2 ناقص 3 هيديني س ناقص 5، ونعوض بال 3 اللي هو قايل لي عليها، يبقى 3 3 ناقص 5 بسالب 2. طب ممكن نعملها بحل تاني، ده الحل التاني. اول حاجه اجيب ر 3، ر 3 اهي اعوض هنا 3 ناقص 2 ب 1 جذر 1 ب 1 اهي، اعوض بال 1 في داله السين، 1 تربيع ناقص 3، 1 تربيع ناقص 3 اللي هي بسالب 2. طيب تعالى نشوف بقى مجال تركيب دالتين. مجال تركيب دالتين يا شباب، دال تركيب ر عايز اجيب مجال، اول حاجه اجيب مجال ر، مجال داله ر او مجال ر دي. المجال الثاني بيقول لي القيم س اللي اتجه ر س في مجال دال، يعني القيم اللي اقدر اعوض بيها من ال ر في الدال، فيكون المجال تقاطع الاثنين مع بعض. تعالى نشوف مثال، اول حاجه بيقول لي داله س بتساوي 1 على س ناقص 3، ر س بتساوي س تربيع، فإن مجال دال تركيب ر س. طيب أول حاجة أجيب مجال ر، فين ر أهي؟ س تربيع، أنا واخدين في المرة اللي فاتت إن دي كسرة حدود مجالها ح. طيب نبدأ نجيب بقى التركيب، دال تركيب ر س أعوض بالر في الدال، 1 على س تربيع ناقص 1، شلت السين وكتبت مكانها س تربيع أهي، المجال بتاعها دي دالة كسرية، مجالها ح فرق أصفار مقام اللي هو ح فرق 1 وسالب 1. نجيب التقاطع بتاع ميم واحد اللي هو ح وميم اتنين اللي هو ح فرق واحد وسالب واحد، يبقى التقاطع هيديني ح فرق واحد وسالب واحد، وشكرا ليكم.